السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حال شباب؟ معكم محمد تو جيمر وحمد القحطاني. اليوم جايب لكم فيديو جديد لعبة توتال وور أتيلا، تختيم دولة حمير. ايش اللي صار لقبيلة الطنخيدة والمطانيخ؟ ماذا حدث؟ ماذا هناك؟ والله اللي هناك يا اعزائي اني حوالي لعبت فيهم 7-8 مرات من نفس التخزينة ذيك، عدت التخزينة فيهم. دولة صعبة، يعني موقعها بين اقوى امبراطوريتين في اللعبة، ومحجورة ما تقدر تروح اوروبا، يعني البيئة اوروبا صعبة عليها وما هي يعني قبيلة بعد، هي ما هي الحضارة يعني مدن كذا ولا لها دخل محدود، فكانت صعبة يعني مرة 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 صعبة. حتى الديفيكولتي حقها او التشالنج حقها صعب، حطينه هارد. فحاولت حتى ولازم قبل ما اصور ذا المقطع توني كنت مصور بعد المقطع، معليش اذا كان في صوت مكيف قبل شوي، لكن معليش حتى قبلها كنت توني مصور مقطع، لكن برضه دون فايدة، يا اما من بيزنطة انجلد يا اما من الساسانيد انجلد، منا ما في امل. حاولت اصل حتى يعني ابدا ما عرفت ايش فيهم، فلذلك فكرت وبحثت فشفت افضل مدينة لعبهم اللي هم حمير، منطقة حمير. مشكلة منطقة حمير اللي انا من اول ما ابغى العب فيها انها قريبة من الساسانيد، يعني كل اللي جنبي ذول حلفاء للساسانيد، فهنا المشكلة العظمى، يعني مو حلفاء، اتباع للساسانيد، فما في مكان اتوسع فيه. راح افكر اني ادخل على الاكسيوم ذول واجلدهم جلد، ولكن الان خلنا نبدا كل شيء. وانا يعني اعتذر ان اذا احد مل او طفش او كان عاجبته السلسله ذيك وراحت، فانا اسف، مو بيدي والله العظيم صراحه. انا يعني لمصلحه القناه ولمصلحه السلسله اني ابدا تخزين جديده، وفي ناس كثيرين يقولون لي احتل مدن، فانا راح احتل مدن. والشيء الحلو اللي عجبني في هذه الدولة ان عندها اوبجكتيف، يعني هذيك تحسها حتى باليالا كذا حاطين ذيك القبيلة، يعني كل الاوبجكتيف حقتها مسوية وكذا، لكن هنا في اوبجكتيف يعني مضبوطة، يعني زي مثلا هنا طلع 15 وحدة، انا عم طلع 13 الحين، اوكي باقي لي يمكن وحدتين كذا واخلصها. اللي هنا التكنولوجيا هذه طورها، ما راح اطورها. hold following element، اتوقع يقول لي سيطر على ذي المنطقة او شيء من هذا القبيل، راح اتاكد منه بعدين. هنا يقول لي سو تحالف مع بيزنطة، دولة بيزنطة سو معها تحالف. هذه ما ادري هي لها دخل في التنخيط، لكن مهما ظن يعني انتهوا منها. فالحين خلونا نبدا نبني في المباني، ما انا متاكد ان وحشتكم المباني وانا بعد وحشتني المباني. فالمبنى هذا حقه فلوس، بنينا اوكي، جاري البناء جالس يبني، نبغى الوحدات. طبعا هذا الملك حقنا، خلينا نشوف العائله كيف عنده عيال وهو ما هو متزوج. اتوقع هذول عيال يعني ما هم من نفس المرأة نفسها، يعني ما هو متزوج، لكن هذول اولاد عبيد او اقولكم اولاد حرام يكونون، انه ما يكون متزوج لكن لا من السبايا اللي عنده وزي كذا. ايوه هذه عندي اول وحدة اللي هي اتوقع ناتشنال، ثواني بس خليني اتاكد منها واجيكم. ايوه عرفناها، الأولى اللي هي ناتشنال طبيعي، الثانية اللي هو شخص متبني، الثالث اللي هو باستر اللي هو يعني ما هي من زوجتي، لا من أي واحدة ثانية كذا وحملت وجابتها، فاهمين أنتم. فهذول طبيعيين، فشكل أن الحرمة ودعت الملاعب ماتت، فشكل ما عندي يعني الان زوجة، لكن عندي 3 عيال.
هنا المهم وبتزوج برضه في نفس الوقت، لكن بخليه زواج سياسي بما ان عنده عيال يكفون. فخلينا ندرب الجنود، نبغى لنا جنود والله، جنود ما شاء الله كويسين، لكن نبغى سيافين. ما في سيافين، كملهم فوس، نعطيها سهمي. ما ادري، حاسس اني ببدع في التختيمة ذي، احساس. نبني مدينة جديدة حقت الاكل. اوكي كل شيء تمام التمام. اوبجكتيف، في شيء مهم الاوبجكتيف هنا. اوكي. ايش الباقي؟ يبغالي وليت الشخص ذي على المدينة ذي اللي هو وكيل. اوكي بما ان عندي مقاطعة نخصصهم في اللي هو نبغى الفلوس. ايوه تخصص تجاري وهو فلوس كتير. اوكي نمشي الدورة تمام التمام. اوكي حلو. نبغى نطلع هنا جنرال، مو جنرال، ادميرال اللي هو حق البحرية. نبغى نعطيه 3-0 مقاتلة. تمام خلينا نشوف الاوبجكتيف. دقيقة، خلصنا اول اوبجكتيف اللي هو 15، انا جبت 18 عاد اكثر. التكنولوجيا باقي دورة وتخلص. الاوبجكتيف اللي بعده هذا يبغالي اعرف شنو هو، ثواني فقط. الصراحة هذه تقريبا ما عرفتها، يعني احالفهم ولا اتابعهم ولا ايش اسوي، ما فهمت الصراحة. وش اللي يعرف احد، اذا احد عرفهم ايش نسوي، اذا احد عرف ايش نسوي هنا اعطيني خبر. طبعا ذي عمان أمانة، فوالله ما ادري ايش اسوي بالضبط. خلينا نشوف الوضع هنا اللي هو التحالفات والتجارة، نبي نضبط وضعنا. خلينا نتاجر اللخميت ذول، رفضوا طبعا. نتاجر ذول برضو رفض التجارة. هذا الأعداء خير شان ما راح يعطون تجارة. اوكي نطلع جيش، ما علينا احد. ما علينا من حدا، احنا ما علينا من حدا. ف لا دقيقة، عندي رماة اسهم هنا 4 تصدقون، فخلينا نطلع شيء غير الاسهم. قتلي طلع سبيرز كلهم، 3 سبيرز. اوكي كذا تمام التمام. في مباني نبنيها؟ لا ما في مباني نبنيها. الاوبجكتيف باقي التحالف وباقي التكنولوجيا، وهذا طبعا معروف اللي هو السرفايفل، اني اعيش لين سنة 300 لين اعيش سنة 400. احنا حاليا 395، فنمشي ونمشي. وبتأكد عمان هذه هل هي دولة تابعة للساسانيد ولا لا؟ أنا أبغى نتأكد. خلي الدورة تخلص. أوكي انتهت الدورة. هذه الدولة تابعة للساسانيد، وهذه الدولة تابعة للساسانيد، وهذه تابعة للساسانيد. الساسانيد مرة قوية الصراحة، يبالي أتحالف معاها. يعني هو بقوة الصراحة، لأنه ما أخذ كل شيء. في هنا منطقة يثرب، وبحاول إني ألحق أخذها.
فهل اقدر اطلع جواسيس؟ ايوه اقدر. نبي نطلع جيش. اوكي وطلعنا جيش. Ready for orders. Ready for orders. Are you ready to serve? هل أنت جاهز للخدمة؟ أجل نحن جاهزون للخدمة. خلينا نشوف الأوبجكتيف. انتهينا من حق التكنولوجيا طبعا. ثم الأمال ما ندري وش هي. الإسترن باقي اللي بتحالف معاها. المهمة ذي انتهينا منها. طلعنا الوحدات. كوكي. باقي مهمة أمان ومهمة التحالف. ما ندري وش هي. الحين ايش راح نسوي؟ نبغى نروح ونشوف ماذا يوجد هناك، لان هنا خايف اي دولة تجي تسبقني وتاخذها، فبكون انا اول واحد. ولا تصدقون خل اي دولة تجي تاخذها وانا راح احتل الدولة بعد ما تضبطها وتدفع فيها فلوس. لكن حاليا خليني افكر في الاكسيوم اللي هم الحبشة. ما ادري كيف قوتهم لكن راح افكر اني احاربهم. Ready for orders. Assembling the fleet. For orders. لوكيشن لوكيشن. نبي نطلع هنا بعد جيش. لا ما يمدينا نطلع صدقوني، اي ما يمدينا نطلع. لازم يزود عندي العدد المباني. السعادة عندي ما ادري ليش مو صفر واقفة. في حاجة اللي هي حقة الاديان طبعا، حاجة في اثير اضايفينها جديدة اللي هو الدين. الدين كل دولة لها دين ويفرق الدين يعني ويعتمد اعتماد كل الدين. ايوه هذا هو المينرال ريليجن. مينرال ريليجن ما ادري وش الصراحة. خليني اتاكد وش دين المينرال. ما طلع لي شيء مهم الصراحة. بحثت رحت بحثت بحثت ما طلع لي شيء مهم في المينرال. لكن في شيء على الدين. كيف اطلع كيف اعرفه الصراحة ما اتذكر. انا اللي اعرفه ان الدين اللي هو هذا اللي 70% هذا هو الدين. لكن كيف اعرف ديني او دين الدولة او كيف اغيره؟ وانا سمعت ان حمير اللي فيها دينين، انك تقدر تختم بدينين. ايش هي بعد ما اتذكر، لكن ما ظنيت اني راح اعرفها وراح استخدمها في الحلقة دي. يمكن الحلقة الجاية. فنمشي دور عشان نضبط جيوشنا ونرسل سباي يستكشف الوضع ويشيك. افكر ارسل السباي يسار عند الاكسيوم قبل ما ارسله فوق. فلذلك عجل يا ترن. خلص خلص. اوكي. Father Hassan, mother وهيدن انا member of your family I said looting son dun dun dun. واحد من العائلة جاب ولد. من هو؟ اي هذا. كيف جاب ولد؟ طب باستد ولد حرام على قولتهم. اوكي no problem. ما راح نقدر نسوي شيء عادي. انا ما ادري تفرق فيش اصلا ولا ما. اذا يعرف ايش تفرق اذا جاني طبيعي او باسترد او شخص متبنيه، هذا اللي يعرف الفرق يقول لي. فا اوكي نرسل السباي هنا. حلو السفينة هذه. خلينا نشوف المباني اللي هنا. نبغى نبني مبنى اسهم يعطينا هذه جنود اسهم او سفن. سفن ترمي اسهم على بال ما تجي. لا ما اقدر ابني شيء، خلها زي ما هو. مطفرين تقريبا. الوضع طفره. نزلنا هذا في البحر. نبغى يدخل على الاكسيوم يستكشفهم المنطقه هذه. لكن بشوف الحين الدبلوماسيه كيف. ما ادري انا يعني هل تبوني اهاجم، لكن اذا هجمت على ذولي راح اقابل الساسانيد. الساسانيد شيء يعني اقوى شيء في اللعبة هذول هم البيزنطة. لكن افكر احالفهم يعني هو الشيء الاكبر او الاحتمال الكبير اني احالفهم. نشوف.
لا اهجم عليهم ولا يهجمون علي. ما ادري لو في مود يعني يخلي هذول ينفصلون يعني عن الساسانيد يمكن يكون شيء كويس، لانه مره حتى هذول يحبون الساسانيد مره، فما لي الا الجهه اليسرى من جزيره العرب، ما اقدر اوحد جزيره العرب. فا it is a problem. اوكي خلي الملك براسه يروح، ما في مشكله المنطقه ذي. اوكي شن destination، امش ما عندك مشكله. اوكي الدور اللي بعده ارسلت براه يروح ياخذ المدينه ذيك افضل، لان برضو ما بحتك مع احد، ابغى اكون قوي بنفسي. بس اتوقع اذا باخذ هذيك بدفع فلوس واجد. طبعا هذيك المدينه مدمره ما يبتعب على حد، كيه دمر بس خراب. اروح الحين انا وابنيها، البني ياخذ فلوس اتوقع وياخذ وقت. الفلوس اكيد انه ياخذ فلوس، لكن الوقت ما ادري كم بالضبط ياخذ دوره، كل راح نعرف الحين. ايوه الشيء هذا اول جاني الحلقه اللي فاتت وانا ما عرفته شو، لكن واحد من الشباب علمني اياه اللي هو يوسع لي. يعني قبل شوي انا ما قدرت اطلع جنرال ثالث، ليش؟ يقول لي تاخذ ثرين بس جنرالين، الحين هذه يوسع لي اياها. فخلينا نتاكد من الكلام. ايوه وسع لي اياها، حلو حلو. الحين اقدر اطلع جنرال ثالث بعد، لكن حاليا خلينا نشوف الوضع هنا. راح خذها وابنيها. اوكي راح اسكت. اي راح تاخذ 2700 مبلغ وقدره يعني يعتبر. ما في مشكله. شيء صغير مره، شيء صغير وبقوه. طبعا خذ عدد من جنودي عشان على حسب عدمي عشان يصيرون في سكان. هذا ما يطمن. الملك براسه هنا، فالوضع مزري. هذا ملك الاكسيوم نفس الشايب ذا، اسمه اون باسيو عناب، فالوضع يخوف. ما ندري وش يبي هو هنا حاليا، لكن ما عليكم ملدنا واقف له بالمرصاد. اوكي نبغى نطور الشيء هذا، حلو حلو. خلنا نشوف الاوبجكتيف، هل تحدثت او جاء شيء جديد؟ ما في الا غير هذه المهمتين اللي ما عرفتها الصراحه انا وش هي. لا المهمه ذي عارفها، اني سويت حالف مع بيزنطة. خلينا نشوف اقدر اتحالف الحين مع بيزنطة. هي اقدر اشوف واحد مدنها انا اللي هي هذه، لكن لازم استكشفها اول شيء، اقرب عندها عشان اقدر ارسل تحالفات معاهم. نبغى نتحالف معاهم لعل وعسى يعني ينفعنا شيء. المبنى هذا باقي ثلاث دورات وينبني واقدر اطلع اسهم ورمات اسهم. عندنا ذا اقعد ادخل المدينة انت وجمع لك جيش. الوضع الطفرة. اوكي تقريبا مسكنا اللخميد، ذول مسيطرين على مقفلين علينا، فشكل بتصير في حرب بيني وبين اللخميد. لكن اللخميد المشكلة تابعين للساسانيد، الساسانيد ذول معقديني في حياتي في كل شيء، فشكل يبغى اصير اقوى منهم، لانه مره الصراحه ترى قوتهم مره قويه كبيره. ايوه هذا سد مأرب، هذا هو سد مأرب. خلينا نشوف توقع جايبينه هنا. ايوه ذا مأرب دار اللي هو سد مأرب. يا سلام سلم، هذا هو سد مأرب المعروف. اوكي 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 كل شيء تمام التمام. ايوه يبغالنا نحط والي على المدينة، ما في الا ولي العهد براسه خليناه يمسك المنطقة ذيك. اوكي نخليها منطقة ميليتري فلوس ولا
خليها منطقة فلوس، الفلوس أهم شيء. هنا أتوقع هذا ينقص من الريليجن حقت الفلوس. أيوه. فنبغى نزود عنا هذه حقت الريليجن عشان ما ناكلها. فا أوكي. نسوي اند تر. حلو حلو. وضعنا الآن في التمام. ما في اكشن، ما في حروب، ما في شيء، مسالمين. لكن نبغى نروح نتجسس على الدولة اللي على يسارنا عشان نقدر نحاربها او نعرف كيف قوتها وكيف زي كذا. وملكهم ما ادري ايش كان يبي عندي هنا، ما ادري هو لو راح او باقي موجود. اختفى الرجال، ما هو موجود. لكن نطلع الدولة. ايه معلش يا شباب، فجأة وقف التصوير عندي وفهيت ولعبت كذا لكن ما راح شيء كثير. اتذكر كنت طارد ملكهم، فلكن السبايت طلع هنا والملك استقر هنا. كشفت مدينتهم اللي هنا عنده جيوش، جنرالين هنا جالس يجهزهم، وانا شغال برضو ضبط جيشي من هنا. بس اطلع الجيش ذا، الوضع برضو انا مضبوط. We are ready to serve. Yes. وطلعنا هذا اللي هو الشخص العجوز، ما ادري ايش فايدته بالضبط، لكن نستخدمه يستكشف لنا المناطق ويجسس لنا بعد. فاوكي الشيء التطوير الثالث بنطوره، هذا التطوير. نشوف الاوبجيكتيف، هل في شيء زاد؟ ما لا شيء، في فقط الحاجتين هذه. اوكي اتوقع جتنا بنت، جتنا بنت. هذول لازم يتزوجون، هذول الاثنين لازم يتزوجون. خلنا نشوف لنا احد على قول نعرس منه، بس ما في. لازم نتحالف مع بيزنطة على الاقل بزواج، وهذول لازم يتزوجون. ما في شيء احد من العائلة يتزوج، يعني لازم من دولة ثانية نتزوج. اذا في طريقة يعني مثلا من نفس العائلة نخليهم يتزوجون، يعني ما في حريم مرة، كلهم رجال. يا اخي غريبة، لازم زواج، لازم نسوي زواج. لكن ما في مشكلة، نمشي دور نشوف ايش بيصير. We shall put aside swords. Hey, الاثيوبي. هذا اعلن عليه الحرب، الاثيوبي ذا. اوكي ما في مشكلة، حنا قدها وقدود ان شاء الله. اتوقع يعني في طريق، ثلاث طرق تقريبا انه يقدر يجي معها، او ثلاث حاجات اللي لازم احميها، اللي هي الثلاث المدن حقتي. مدينة يثرب، استنوا، مدينة يثرب هذه، والعاصمة حقتي ذي، والمدينة ذي. هو مع أي مكان بيهجم ما ندري، لكن خلنا نضبط وضعنا. نخلي هذا السباي هنا واقف عشان يكشف لنا ذول، ونخلي هنا في سباي نبغى نحاول إنه يكشف لنا الوضع هنا. صراحة أنا أبغى أشوف هذا إذا مشى في الموية راح يمشي على وين. اوكي خلنا نجهز لنا مقاتلين. اوكي نبغى نكثر، نبغى نسيطر على البحر الاحمر ذاك كامل. اوكي الوضع طفرة الصراحة، طفرة وبقوة، بقوة طفرة. ايش باقي ايش باقي؟ هنشوف يثرب، ما نقدر نبني فيها شيء. كيف نبني شيء كذا؟ انا كنت اتمنى ان شخص يجي ياخذها واخذها مننا. انا بغالي 3000 شكل، الدورة الجاية ماني بصارف شيء لين اجمع 3000، دخلي 1200 يعني. لكن خلها ما في مشكلة، نخلي الجنرال فيها.
ونروح على اكسيوم ذول. ايوه طلعوا لي جنرال رابع بعد غير الملك، مع الملك. ايوه ايوه هذول مره، هذا مشكله جاي بحطينهم مع الدي سي، يعني اكيد بيكونون اقوياء. يعني ما هي دوله كذا بس مشي حالك، مدينتها كبيره. شوف انا مره انا فالوضع يخوف. راح نحاول انه نستدرجهم برا ارضهم ثم نروح نهجم على اراضيهم. اوكي هذا على الحرب واقف لي هنا جو امه يا حبيبي. اوكي ready for orders. الاوردرز طلع مقاليع. والوضع طفره، لازم نقاتل خلاص. على قولتهم طفح الكيل. You fight for me. Ready for battle. Okay, okay, okay. ودي اطلع بالملك نفسه يقاتل. ولذلك انزل هنا يا عزيزي. المدينة ذي خلها بقلعتها، خل اي شخص ياخذها ما في مشكلة. ما احب فاضي لها الحين، لان الحين حرب. الحرب قلعة القبول. قلعة القبول ايوه. اوكي نطور السكيلز حق رئيس المدينة ذي، حق رئيس المدينة ذي. ما نقدر نطلع جنرال، ما في فلوس. والله وضع طفرة، والله طفرة. عندي سؤال لكم، هل ترضون اني لو العب شوي دون ما اصور، او لازم اصور؟ دقيقة يعني لازم اصور تتفرجون كل شيء. اوكي 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 ها ريتريت ريتريت. معركة بحرية وما هي بحرية في نفس الوقت، يعني نضطر نلعبها. يعني ان اللي يتقتلون ذول ما هم جنود بحرية، هذول جنود عاديين لكن في سفن. لكن الله يستر، الله يستر. ما ادري قام طم العافية. انا الصراحة جيوشنا تقريبا قد بعضنا، متقدم عليه بوحدة واحدة فقط، وملك ضد ملك. يعني معركة احسها بتكون حماسية شوي. عندي رمات اسهم انا كثيرين اكثر منه، فان شاء الله انهم يرمون نار، يعني متطورين انهم يقدرون يرمون نار. عندي انا وحداتي اغلبها ليفل واحد، يعني المقاتلة هو عنده عنده والله ليفل اثنين، اغلبها ليفل اثنين ما عدا اربع وحدات. اوكي اوكي هذه هي السفن العربية. خلينا نحط هذولا في الوجه، وهذولا وراهم. هذول الرماة هنا حلو، يقدرون يرمون النار. طبعا النار يحرق ام السفينة. طبعا عندي السفن هنا، هذول اللي هم اصلا خيالة او شيء يركب على قولتهم، ما راح تجون كي تحس ما منهم فايدة، بس كذا لا خيالة ولا شيء. في عندي وحدة الرماة ذي برضو، يعني الجنرال، الجنرال برضو احس انه بيكون ضعيف. فهذا هو الاسطول بتاعي، بس خلني نحط الوحدة ذي هنا. اوكي هذا اسطولي، تقدموا. اوكي جنراله في الوجه. انا غلطان، لازم هذول احطهم في المقدمة الاسهم عشان العل يحرقون. خلني ارسل هذول هنا ونجيب هذول من هنا. ايوه ايش فيهم ذول لفوا؟ مو كنا اسماك؟ لا والله حيتان ذول ولا وش؟ ايوه ايش فيهم ذول؟ راحوا يجمعون يعني اسطولهم مع بعض يعني.
اوكي ما عندك مشكلة ونمشي الاسطول بنفس التشكيلة. اوكي بس عندهم هذه السفينة قوية مرة، سفينة بحرية هذه، مو بس سفينة تنقل جنود، لا سفينة مقاتلة. وهذه الثنتين ذولا هو كان عنده دعم، لكن خلينا نقرب ونحاول نرشق سفينة الجنرال حقهم بالاسهم، نطيح جنرالهم عشان يطيح المورال مرة واحدة. انتم وين رحت؟ والله بعيد. اوكي تمام كل شيء بخير، استقروا السفن. هذول راح يرمون الاسهم. ايوه بدا الرمي، شايفين الفاير دمج تحت، اذا وصل 100 خلاص تبدا تحرق السفينه والدمج يمشي. احرق يا مدير، احرق. طبعا وهذه وحده الجنرال، طبعا يعني شيء حلو لو خلاص انهيناها. حلو عدينا النص، بغالي انتبه ان ما حد يتقدم. ايوه بدأ يتحركون، احرقوا ذول بسرعة. انحاش. ايوه احترقت سفينتهم، باقي شوي بسرعة. الحقوها هنا في منه، الحق وحدة الجنرال. ايوه خلاص احترقت، الجنرال احترق. اوكي شوي خلنا نوقف، لان الصراحة مراحل السفن ذي لخبطة، معارك السفن. خلينا نرسل هذولا، نرسل الوحدة ذي هنا ونرسل الوحدة ذي هنا. وش يسوون ذول؟ ايش اللي ورا يعني؟ يرمون براميل يعني؟ ما ادري. فالسفن ذول، السفينة ذي انحاشوا، اهربوا. هنا هذول راح يتساعدون على ذي السفينة المقاتلة. الجنرال خلاص احترقت سفينته، الحين بيطيح. في السفينة ذي اللي جاية في الوجه، انتم الثلاثة ادخلوا فيها، ولا اي انتم الثلاثة ادخلوا فيها. وانتم يا الفؤس ما عاد ذي تقدموا قربوا. والجنرال خلاه يدخل هنا في ساحة المعركة، راح مدخله معنا. في السفن ذي خلها تجي لعلها تساعدنا في شيء. اوكي كل شيء تمام كذا، بس خلاه ذي يروح بسرعة. اوكي خلاص خلوه. ترقي، موت وغرق. حلو خلنا نحرق ذي. انتم انحاشوا، تعالوا هنا. وانتم تعالوا هنا بسرعة. حلو مات جنرالهم. انحش. وحدة الذين جلدت. ايوه تقابل انتم هنا وجه في الوجه. امسكوا ذي بسرعة. انت انحاشي. انتم يلا امسكوا ذول، احرقوهم. لا انا غبي، والله يا اني غبي. سد ذول بسرعة، ادخل انتم. لا السفن الاسهم. اوكي
لا مسكوا سفن الاسهم اللي على اليسار هذيك، فهيت تركتها انا. واحدة بتنحرق هنا في سفينة ذي، خلنا نحرق هذي بتقعد تنحاش ذي، خلنا نمسكها من الحين. اوكي وش في سفينة ما تقاتل؟ السفينة هذي ما تقاتل، ادخل يقاتل. اوكي السفينة هذي بدت تقاتل. انا حاش انحش انحش يا معلم انحش. والله الوضع صار رخبطة، ان شاء الله نقدر نفوز ان شاء الله. انت محرق ذول بس بسرعة. روحوا زعزعوا ذول، غرقنا لهم سفينة هذه. شوف جالسين نغرق اللي كانت تطارد، شوف ذول يسبحون. روحوا امسكوا في ذول بسرعة، احرق يا موديل احرق. ارجعوا ورا ارجعوا ورا شوي، ارجعوا ورا خذوا مسافة. اوكي عندي سفنين انسحبت، انتم امسكوا في ذول وانتم امسكوا في ذول وانت روح امسك في ذول. وانت شو جالس تسوي هنا؟ ايوه هذا انحاشت حلو. انت قاعد المشكله ما تعرف تلخبط، الوضع كله لخبطه. ما تدري مين اللي قاتل مين اللي ما يقاتل وذا. اوكي هذا ما يقاتل، انا بطالع من هنا اعرف كل شيء. اوكي ادخل هنا وانت جالس تقاتل هنا، وهذول جالسين يحرقون هنا ومضاربة هنا. تقريبا هنا سكلتهم ما فيها شيء ولا كم فيها جندي؟ لا 85 والله. كانوا جالسين ينحشون، اهم شيء جنرالهم جبت راسه. موف تو بوزيشن. والله الوضع يخوف يعني، ما ادري انا الحين صح او غلطان، فايز ولا خاسر ما تدري. الجنرالي جالس يقاتل بعد الفارقة ذول. اوه جنرال والله صح محتاج دعم، بس يقاتل ناس يقول انا حج انا حج انا حج انا حج. لا يا ليل والله مسكني. يور اوردرز ماي لورد. والله الجنرال متماسك عليه وحدتين بسرعة. ساعد هذا الجنرال. جنرالي والله بياكل تبن. افا والله ذبحوا جنرالي. بس فست توقع في المعركة. حرقوهم والله، جاي شكل حرقت بعد جنرال انا، بس حرقت سفين جنرال باللي فيها موته. اتوقع مو انا اللي ذبحت الجنرال. صار هنا امسكوا ذول تقريبا خلاص كل شيء دان، انتصرنا حنا. انتم كلكم امسكوا ذي الوحدة وانت امشي هنا. ظل كلهم رماه، روح اتفاهم معهم. والله الاغلاط اللي سويتها اني ما انتبهت لرماة الاسهم حقيني، الجنرال حطيته في النص ولا انتبهت له والجيش اجتمع عليه كله. انت انحش زي كذا، انحش لف لف امش. المشكلة ذي حتى ما هي بسفن بحرية، لو انها سفن يعني قتال بحري كان يمكن فعت فيها مهارات فيها قوة تتحمل،
لك هذول كلها ما بسفن مقاتله، هم كانوا متقدمين علينا بوحدتين اتوقع، وحده حرقوهم. خلاص انحرقت سفينتهم مع سفينتي. فزت والله، والله بغيت افوز. الجنرال اتوقع انه مات للاسف من البدايه كذا، مات والله ما لها داعي. معركة هذا احس انها ما لها داعي والله العظيم. جنرالهم ذبحته بس جنرالي مات بعد. خلنا نشوف الخسائر كيف. والله عندي وحدات ما قتلت شيء ولا شيء زي هذه الوحدتين. الوحدات الباقة ذي والله قاتلوا. سبيرز ضعاف اشوفهم ما قتلوا شيء واجد. الفؤوس والله قتلوا واجد. ما مغبون والله العظيم الجرال مات. مغبون. لكن عاد ايش نسوي؟ نحدينا على ذي المعركة، انجرينا لها. كيشن الجنرال مات للأسف. خذوا والله عندي وحدات كثيرة طارت. ما انتهى ابن الذين. اوكي هذا جيشه. بروح اهاجم الحين، بقضي عليه قضايا على قولتهم اذا مدان يعني. طبعا بروح الحين بسفني كل، خلاص الوضع استنفار، طفح الكيل. والله مقبول. يقول لي اختار الملك، من نختار؟ توقع هذا. اوكي اتوقع انها جت كذا من الله، شكلها جت من الله يعني. جاني كراش والتخزين اللي جت يعني قبل المعركة. فالحين توقعت المعركة وتوقعت بيصير لها وعرفت كل شيء. فالخطوات اللي راح اسويها، اول خطوة اني راح اسحب جيش الحين واجيب جيش ثاني معاه للملك. هذا جيش الملك، لو الجيش الثاني كان خليته عادي يدخل. ثاني شيء راح احاول اول كل دورة اخزن. الحين بروح الحين سيف التخزين القديمة اللي مرة ما اعرف افلح فيها. راح اخزن تخزين جديدة تسميها يوتيوب. يوتيوب ايش؟ بس يوتيوب واحد، تخزين رقم واحد. اوكي راح احاول اول باول اخزن، يعني يمكن راح ابثركم كل شوي في المقطع راح تشوفوني اخزن. اوكي عشان لا يصير شيء منه ولا منه، خاصة بعد المعارك. بعد المعارك على طول بخزن. اوكي راح ابني هنا جيش وراح ارسله مع السفينة هذه. حاليا خلنا الملك يمكن حتى ما يقدر ينحاش، صدقون اي والله ما يقدر ينحاش، ولذلك يبغى نرسل له دعم. اوكي والله ما ظنيت اني راح يوصل الدعم، والذا ما يقدر ينحاش بعد. ما لنا نغري. حط جيشين هنا عادي. حط الجيش الاول هنا. لا استنى، توقف
اوكي خلهم يلتحمون على قولتهم او يصيرون جيش واحد. وامشي اقصى شيء لك هنا. اوكي اوكي هذا يمكن ممكن تحسوني يمكن تشوفوني زودتها، لكن برضو نبي نحصن الجنرال حقنا. جيوشنا كلها لازم تتحرك لان المعارك الاولية هذه لازم جنرالنا قوي لازم يبقى معنا. فانت في تورن هذا اخر شيء راح اسوي، اخر تورن راح اسوي. اوكي اوكي خلنا نشوف ايش صار. اوكي جوي قاتلونا، هذا اللي بيكون عندي اليوم. نفس المعركة احنا نلعبها مرة ثانية، لكن راح تكون الحلقة الجاية ان شاء الله. كان معاكم محمد تو جيمر وحمد القحطاني، السلام عليكم.